من مقتضيات الأخوة الإيمانية الصادقة التعاهد والتناصح، وهذا أمر مهم جدا، أن يتعاهد الرجل إخوانه وأن يتفقدهم وأن ينصحهم نصحا شرعيا، وسنذكر بعض الآداب التي تتعلق بها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على النصح، كما في حديث جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث المعروف حديث تميم الداري مرفوعا: الدين النصيحة، معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني رأى أنها يعني لا تهتم بهيئتها، فسألها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني شوف دابا هي يعني حياؤها منعها من أن تصرح، قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يعني يصوم النهار ويقوم الليل ولا يلتفت إلى أهله. فصنع طعاما وقال له: كل. يعني سلمان قال لأبي الدرداء: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، بغى يقوم الليل كعادته، قال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، يعني نام ساعة ثم ذهب يقوم، فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا يعني معا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. شوف هذه نصيحة، لأن النصيحة يعني لا شك أنها ترد الأمر إلى الاعتدال وإلى التوسط، لأن النصيحة دائما ماشي فقط شي واحد اللي كيكون معرض ولا شي واحد كيكون مرتكب شي معصية ولا فاحشة، لا، حتى إن غلا في الطاعة فإنه ينصح، إن غلا في الطاعة فإنه ينصح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا يعني أقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هذا غلو مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. أذكر لكم قصة عجيبة وقعت بين مالك رحمه الله تعالى وبين صاحب له يقال له يحيى بن يزيد النوفلي، وهذه ذكرها الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء. طبعا إحياء علوم الدين هو كتاب يعني فيه خير وشر، وشره غلب خيره، هذا من باب الأمانة، لأن فيه يعني كثيرا من العقائد الفاسدة، وفيه من الأحاديث الضعيفة، وفيه من رسوم أهل التصوف ومن خرافاتهم الشيء الكثير، فلا ينصح به أبدا، وإنما يقرأ فيه من كان طالبا للعلم، من كان يستطيع أن يستخرج خيره وأن يأمن شره. إذن ذكر في هذا الكتاب أن يحيى بن يزيد النوفلي كتب إلى أخيه في الله مالك بن أنس رحمهم الله تعالى، كتب له واحد النصيحة كتابة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله محمد في الأولين والآخرين. من يحيى بن يزيد إلى مالك بن أنس: أما بعد، فقد بلغني أنك تلبس الدقاق، تلبس الدقاق يعني ما دق من الثياب، يعني ديك الثياب اللي هي شفافة ورقيقة، أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق، يعني تأكل الخبز المرقق وتأكل فاخرة الطعام، وتجلس على الوطيء. الناس يعني كانوا يعني كان بهم خشونة، وكانوا يجلسون على الأدم وعلى الحسر، ومالك رحمه الله كان ممن يعتنون بهيئتهم، فكان يجلس على الثوب الوطيء. فقال له: وتجعل على بابك حاجبا، وقد جلست مجلس العلم، هو دابا بغى يذكر الأوصاف دياله، وقد جلست مجلس العلم، وقد ضربت إليك المطي، يعني الناس يركبون إليك من الأقطار من أجل أن يجلسوا إليك، ومن أجل أن يستفتوك، ومن أجل أن ينتفعوا بعلمك، وارتحل إليك الناس واتخذوك إماما ورضوا بقولك، فاتق الله تعالى يا مالك وعليك بالتواضع. كتبت إليك بالنصيحة مني كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام، يعني هذا الكتاب ما اطلع عليه أحد
إلا الله سبحانه وتعالى. فرد عليه مالك رحمه الله تعالى وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد سلام الله عليك، أما بعد، فقد وصل إلي كتابك فوقع مني موقع النصيحة والشفقة والأدب، أمتعك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحة خيرا، وأسأل الله تعالى التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما ما ذكرت لي أني آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطيء، فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى، فقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه، ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام. إذن شوف هذه النصيحة وشوف الرد حتى تعلموا كيف كانت نصيحة العلماء بعضهم لبعض. بعض العلماء ذكر فوائد من هذه النصيحة، منها ما تضمنته من جمل الفوائد في الناصح وفي المنصوح له. أولا في الناصح، في هذه القضية وهذه القصة ذكر محاسن مالك ومكانته في العلم، وهذا يعين المنصوح على نفسه لو كان مخطئا أو مذنبا. شو واحد إلا كان وقع في خطأ ولا وقع في ذنب، فإنك إذا ذكرت مكانته كتقول لي أنت ما شاء الله أنت من أهل العلم وأنت من أهل الخير وأنت كذا، فلا يليق بك هذا. فعش كيبلي بأن ذاك الناصح ليس بحاسد وليس بمنتقم وليس بحاقد، وإنما هو حريص على إصلاح صاحبه وحريص على نصح أخيه، فيدرك به المنصوح صدق الناصح وإرادته الخير. وفيها أنه أسر له بالنصيحة وكتمها ولم يذعها، قال لي هذه النصيحة هذه ما تطلع عليها تشي واحد، لأن نصائح تنشر في وسائل التواصل. كيقول يا سيدي راه نصحتو، راه كتبت لي واحد تدوينة مجبدة في الفيسبوك وكتبت لي في تويتر وعندي متابعين 50,000 في حساب ديالي. تبارك الله على النصيحة هذه، النصيحة ولا فعلا؟ إذا النصيحة هذه صارت فضيحة ليست نصيحة، لأنك إذا أردت أن تعين المنصوح على نفسه فأسر له بالنصيحة. شوف عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى تلميذ مالك، كان مالك في مجلس فجاءه رجل فسأله عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال لي هذاك تخليل الأصابع في الوضوء واش من سنة الوضوء؟ قال ذاك ليس بلازم. إمام مالك رحمه الله ما عمره سمع هذا الحكم هذا، قال لي هذا لا يلزم الناس. قال عبد الله بن وهب: فتركته حتى خف الناس، وشوفوا الناس اللي فعلا بغوا الخير، قال تركته حتى خف الناس يعني حتى نفض المجلس. فقلت له إنني أو إن عندنا في ذلك سنة، راه كاين واحد الحديث في هذه المسألة. قال لي شنو هو؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه. وسيدنا مالك رحمه الله كان من أهل الفقه ومن أهل الحديث أيضا، لما عرض عليه الإسناد قال هذا إسناد حسن وما سمعت به إلا الساعة، وما سمعت به إلا الساعة. قال فرأيته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيفتي به. إذن تركت واحد تخف الناس. إذن إلا بغيت نصح شي واحد نصحه في السر. أما الفوائد التي في المنصوح له، فيها قبول النصيحة والفرح بها، يعني قال ما وقعت مني موقع النصيحة والشفقة والأدب. فيها الدعاء للناصح وشكره، كتقول الله يجزيك بخير، أمتعك الله بالتقوى، يعني كتبين بأنك أنت تقبل النصيحة ولا تعترض عليها. وفيها إظهار الحرص على دوام التناصح بين الإخوان. وفيها الإذعان لما تضمنته من حق وإن لم يكن راجحا عند المنصح، وإن لم يكن راجحا عند المنصح. طبعا هذا ليس راجحا عند المنصح، الإمام مالك رحمه الله ما اقترف ذنبا أصلا، ولكنه لكي لا يوصف بأنه يعني يتكبر أو يتطلب المعاذير من أجل التملص من قبول النصيحة لم يستفصل ولم يحقق المسألة ولم يحررها. ماشي بيقول له لا شوف بعد هذه القضية ما فيها قاع شي كبير ولا شي حاجة، أنت راه قاع ما فهم، هذا قاع ما فيه، أنا متواضع، وهذا لا ينفي التواضع وهو حق، لكنه لم يستقصي. وإن كان الأمر يعني مرجوحا عند مالك رحمه الله تعالى لكنه سلم، قال الله يجزك بخير ولا تقطع علينا كتابك، يعني بقى دائما الله يجزك بخير نصحنا، راه حنا كنغلطوا
نصحنا في ما بان لك شي حاجه نصحنا، لا تقطعنا من كتابك فإنا لا نقطعك من كتابك. حنا راه غادي نبقاو نوصلوك ونتراسلوا، الا صحتينا راه غادي نجاوبوك ونقبلوا منك. هكذا كان السلف. تفقد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قربت نسالي مابقاش بزاف، يصبروا معايا يعني بعض الدقائق، هذا راه توا من الاخوه ان تصبروا شيئا. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقد رجلا يعرفه، كان ياتيه مجلسه، فقيل له انه يتابع الشراب، يعني ابتلي بالمسكر وهجر مجلس عمر رضي الله عنه، ابتلي بالمسكر انه يتابع الشراب، فكتب اليه، يعني ماشي قال لهم قولوا لي هي الفاعل يا التارك، لا، يعني كتب اليه، ارسل له رساله، كتب اليه اني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. هذه الرساله اللي صفت له فقط، ايات مستنبطه من مطلع سوره غافر. وحين وصل الرجل كتاب امير المؤمنين اخذ يردد ما جاء فيه، اخذ يردد ما جاء فيه وهو يبكي حتى صحت توبته واحسن النزع، يعني اقلع عن شرب المسكر، وبلغت توبته عمر رضي الله عنه، فقال لمن حضر مجلسه هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. من يفعل هذا من المسلمين اليوم؟ ناس ما كاين غير اللي كيقول الشيطان أرى يديك فدية أرى نزيدو نغرقوا هذا الرجل هذا إذا صدرت منه زلة أو صدر منه ذنب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلمس المعاذير لمثل هؤلاء، لما كان يؤتى برجل يشرب الخمر فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعن هذاك الرجل، قال له لعنه الله ما أكثر، يعني دائما جاي ديما كيسكر ديما كيسكر ديما جايبينه ديما كيتقام عليه الحد، واه ما بغى كاع يتوب، لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فذب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.